شتنبير تنطلق التكوين في جميع المؤسسات ديال التكوين المهني على الصعيد الوطني وايضا على صعيد جهه الشرق. 47 مؤسسه ان شاء الله اللي غتستقبل واحد العدد ديال المتدربين ديال ما يفوق 37000 متدرب. بالنسبه لهاد 47 مؤسسه من بينها مدينه المهن والكفاءات اللي فيها 10 اقطاب ديال التكوين، وبهذا هي كتوفر واحد العرض جد متنوع ديال التكوين المهني. وايضا هناك 8 المؤسسات مؤسسات قطاعيه اللي حتى هي كتوفر عرض لا على مستوى السياحه الفندقه والمطعمه، مستوى النقل واللوجيستيك، الرقمنه والذكاء الاصطناعي، الصحه، العمل الاجتماعي، شتى والصناعات الغذائيه. من بعد ان شاء الله، بعد غدا ان شاء الله، غادي يكون الدخول ديال السنه الاولى اللي غادي يعرف حتى هو ان شاء الله الاستقبال ديال ما يفوق 20000 متدرب. تزيد في اطار الشراكه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المغربيه، كان بورتور ديال هذا البروجي هو لون في بي تي. هذا البروجي اللي هو الاول من نوعه هنا في الجهه الشرقيه، غافيك واحد الطاقه استيعابيه ديال 768 بلاص بيداغوجيك. هذا العام غادي تكون في 2024-2025 غادي تكون عندنا اكثر من 500 بلاص بيداغوجيك ريبارتي على 3 نيفو، 3 ديال المستويات، كاين التقني المتخصص والتقني وكاين المستوى التاهيلي. ويكوفر واحد العدد ديال التكوينات في مجال العلاجات، في مجال العلاجات التقنيه، وكذا في مجال العلاجات التاهيليه. بدينا ب 11 تخصص مفتوح لكل ابناء الجهه الشرقيه وحتى خارج الجهه الشرقيه. هذا المشروع هو اضافه نوعيه من حيث الانفراستركتور اللي كاينه، من حيث الوسائل البيداغوجيه اللي كاينه. لاول مره عندنا في الجهه الشرقيه واحد المركز للمحاكاه والطاقه الاستيعابيه ديالو اللي تتجاوز 200 متدرب. هذا مركز المحاكاه اللي غادي يكون اضافه كذلك في مجال التكوين، باش اننا يكون عندنا اطر عليا اللي كتريبون زعما او ماكسيموم لو بيزوان ديال الجهه الشرقيه في مجال العاملين في القطاع الصحي. المركز ايضا كيتوفر على دار المتدربين مع واحد الطاقه الاستيعابيه ديال 120 لي، وعندهم لا ريستوراسيون كافيتيريا وواحد التيران ديال من اجل الانشطه الرياضيه ديالهم. بونجور، سميتي مرقه اسراء، جو سوي ان اوكسيليير اون اوبسيون سوان جينيرو دوزيام اني. دونك هاد لا فيليير اللي اختاريتها كتتيح لي انني نخدم مع لو باسيون اون كونتاكت ديريكت. اوسي عندها مجالات عديده انني نقدر نكتشف بزاف نتاع لي تكنيك نتعلمهم. بالنسبه لو شوا نتاع ليتابليسمون، دونك كنت توجور انتريسي بهذا لو دومين ديال لا سونتي. اي دونك لي ميساج كانت واحد لوبورتونيتي اللي ما قدرتش نفرط فيها، دونك ديسيديت انني نكمل الكارير ديالي هنايا، مون كارير سكولير. اي ان شاء الله هاد لا فيليير غادي تخليني انني نتانتيغرا في لو دومين دو سونتي، انني نخدم مع دي زيكيب ملتي ديسيبلينير. Bonjour, moi c'est Ouedraogo Azel Félix Wendiam, je suis de nationalité burkinabé et stagiaire à l'IFMSA en auxiliaire de soins option bloc opératoire. Et ma première année à l'IFMSA a été une très grande réussite et parce que nous avons, le lien social est un institut qui contient des instruments et des matériels qui permettent de nous familiariser avec le milieu professionnel de la santé, donc permettant ainsi d'intégrer facilement le milieu de l'emploi. Également, nous avons à notre actif des formateurs de qualité qui nous donnent des formations de qualité qui nous permettent également d'être plus accessibles pour la formation et pour le marché de l'emploi. Et donc, l'IFSAS, comme l'Institut de la formation des métiers de soins et de santé sociale, nous permet en fait de pouvoir acquérir des connaissances nécessaires pour pouvoir entrer facilement et activement dans la vie professionnel, c'est-à-dire le marché de l'emploi. Salam alaikum, je suis Lina Belichi, stagiaire auxiliaire de soins, option soins généraux. J'ai choisi cette filière parce que je peux intégrer dans le milieu professionnel ou le marché d'emploi. Et aussi, je peux intégrer dans l'équipe soignante pour garantir l'état de santé des patients. قبل المغادرة، لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.